المباراة. السنغال 2 الأوروغواي لا شيء. عمر داف يلعبها على طول تتخلص من بوبا ديوب. بوبا ديوب كرة معاه ماشي على طول نص ملعب منتخب الأوروغواي على طول ينقلها. جات هنري كامارا. كامارا يحاول يلعبها على طول بعرض الملعب ويحطها لكن في راية. في راية صح 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 في راية في راية في راية من مساعد الحكم. في راية عن مساعد الحكم وشوف قاعد يدون ملاحظاته مساعد الحكم. خلنا نشوف خلنا نشوفه خلنا نشوف. هذه اللي يحكم عليها الدكتور على صادق. الدكتور على صادق اللي رايح يحكم عليها. على العموم خلنا نشوف. انا شايف حكم المباراه موقف اللعب الحكم الدولي الهولندي يان بيغريف. والله سجل من هدف. احتسبت هدف حقيقه لمنتخب السنغال. احتسبت هدف عن طريق بوبا ديوب. يا والله ما توقعناها فعلا. يعني كل متواجد كان يفتكرها انه في اوف سايد لكن فعلا بوبا ديوب. بوبا ديوب اذا يذهب لمنتخب السنغالي 3 اهداف. الله اكبر نتيجه كبيره وكره اللعب على طول توصل وتتخلص من لامين دياتا. يعني شوف يعني والله اول مره في حياتي تمر علي مثل هذه المناسبات. فعلا كره غير متوقعه.